هنروح مع حضراتكم الموضوع تاني. رجعنا تاني لموسم الحج بعد توقف لسنتين بسبب كورونا، لكن المرة دي بالتأكيد في ضوابط وشروط جديدة كمان لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة، هنعرفها من الأستاذ هشام أمين عضو اللجنة العليا للحج اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير عليك يا أستاذ هشام. صباح النور أستاذ محمد. يا أهلا بيك يا فندم. عايزين نعرف إيه هي الضوابط. الضوابط يعني الموسم ده موسم استثنائي غير كل سنة. الأعداد طبعا في السعودية أقل، كان كل سنة بيبقوا حوالي 2.5 مليون، السنة دي 40% فقط من العدد، يعني حجاج السنة دي كلهم هيبقوا حوالي 1.1 مليون. إجراءات صحية كتير حطينها، لازم الناس تبقى سافرة من هنا متطعمة التطعيم بتاع جرعتين لكورونا أو جرعة واحدة من جونسون، يكون معهم شهادة تطعيم عليها QR كود، ويكون عاملين فحص صحي في احد المستشفيات الحكوميه، علشان بموجب هذا الكلام يقدر يحصل على التاشيره. في بعثه من وزاره السياحه هتبقى موجوده في اثناء الحج للوقوف ومتابعه كل الاجراءات اللي بتتم ومتابعه الحجاج في جميع تحركاتهم. طيب ايه المفروض بقى يتعمل يا فندم بالنسبه للي وقع عليهم الاختيار؟ اللي وقع عليه الاختيار هتحول جديه الحجز بتاعته لشركه السياحه اللي هو متوقف معاها، وهو يتوجه لشركه السياحه بموجب المستندات المطلوبه منه. واللي لم يصبه الحظ في القرعه السنه دي، المقدمات اللي كان دافعها او جديه الحجز دي في اليه لصرفها، كلها هتبقى من خلال احد فروع بنك مصر المنتشر في انحاء الجمهوريه. هيتوجه بموجب الرقم القومي بتاعه لاي فرع من فروع بنك مصر، يقول لهم انا والله كنت متقدم في قرعه الحج وما حصلليش شرف الفوز بالرحله، وعايز استرد المقدم بتاع جديد حجز الدفع، هيصرف له فورا. الكلام ده هنعلن عنه قريب جدا، اعتبارا من امتى الناس تتوجه الى فروع بنك مصر يصرفوا الفلوس اللي كانوا دافعينها. طيب جديد حاجه استاذ هشام، لو وقع عليه الاختيار زي ما قلنا لكنه هيعتذر لسبب او لاخر، لو هيعتذر لسبب او لاخر الشركه اللي تقدم من خلالها هتفقد فرصه الحج ده، يعني مش هيبقى يستعاد مكان بديل من عندها، والاماكن دي كلها هترجع وزاره السياحه وهي هتعيد توزيعها بطريقه بحيث تضمن الشفافيه، بحيث كل واحد ياخد العدد بتاعه المتاح له كاعاده توزيع للاعداد دي. طب استاذ هشام، عايزه اعرف من حضرتك متوسط سعر الحج السنه دي ايه، والاختلاف ما بين الشرايح ايه؟ الحج السنه دي وزاره السياحه بتنظم حج خمس نجوم وحج سياحي او اقتصادي. كان في قبل كده حج اربع نجوم وكان في حج بري، لعدد الاعداد بسيطه السنه دي جدا. كل اللي بتنظمه وزاره السياحه 9200 حج. تم الغاء مستوى الاربع نجوم والبري، واكتفينا بالمستوى الاقتصادي والخمس نجوم. تراوح السعر من 157,000 الى 177,000، ده في الخمس نجوم مستويين، وطبعا ده بدون تذكره الطيران. الفرق بين الاثنين ان ال 177,500 ده الفنادق اللي هي تعتبر صف اول على الحرم. ال 157,000 اللي هي بتبعد في حدود مسافه كيلومتر عن الحرم. كذلك في المستوى الاقتصادي في ثلاث مستويات، 82,500، 87,500، 92,500، تفرق في المسافات ومستوى عظيم القرب. طيب والبعد من الحرم. استاذ هشام، حضرتك قلت ان احنا كنا عدد الحجاج كل سنه كان بيتجاوز ال 2 مليون، دلوقتي 40%، يعني هو هيبقى مليون حاج فقط. هل كل دوله بيكون ليها حصة من الحجاج؟ وشروط بقى الحجاج، يعني هل في سن معين؟ هل بيشترط انه ما يكونش قام بفريضة الحج قبل كده؟
السنه دي في شروط حاططها المملكه السعوديه اللي هي اشترطت ان الحاج لا يتجاوز سنه 65 سنه. وفي شروط بتحطها كل دوله، احنا مثلا في مصر حطينا شرط ان الحج السنه دي عشان ندره الاعداد لمن لم يسبق له الحج. كان في السنوات السابقه اللي حج ما يقدرش يحج تاني الا اذا مضى على الحج بتاعه 5 سنوات. لا، السنه دي اللي يحج ما يكونش سبق له الحج اطلاقا. وبهذا السبب بيطلب من الفائز في الحج يجيب شهاده تحركات من مصلحه الجوازات عشان يفيد ان هو لم يسبق له السفر خلال فتره الحج للمملكه العربيه السعوديه في السنوات السابقه. عظيم يا فندم، كل الشكر لحضرتك استاذ هشام امين، عضو اللجنه العليا للحج، شكرا جزيلا ليك.